لم يتأر لنتيجة الذهاب، إلا أنه عاد بنقطة ثمينة من بجاية في مباراة كان بإمكان زملاء عداد أن يعودوا بالزاد كاملا لو أحسنوا استغلال الفرص الضائعة، خاصة في المرحلة الأولى، وهذا في غياب الجمهور بداعي العقوبة. البداية القوية لأبناء مادوي لم تكن مثمرة عن طريق بوخنشوش. رجل المدية كان قويا، راشدي كرته تخطئ المرمى. لوام واصل الضغط مع مواصلة إهدار فرص سهلة للتسجيل في الشوط الأول الذي انتهى كما بدأ. المرحلة الثانية مادوي أجرى تغييرات خاصة في الخط الأمامي، لكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة على غرار تسديدة بوخنشوش، وبعد أخذ ورد أمام المرمى الكرة تأبى زيارة الشباك. ومن كرة ثابتة أخرى، هذه المرمى وعده، لكن الحارس سعيد بالمرصاد، حارس سيقول كلمته في المستقبل إن واصل على هذا الأداء. لتحمل الدقيقة 70 الخبر السعيد لأبناء التيطري، وبعد تمريرة مليمترية من عداد تجد بعوش يضع الكرة في الشباك، لنشهد بعدها ضغطا كبيرا لأبناء يما قرايا، حيث لم تمضي 10 دقائق عن هدف المدية حتى تمكن بولدياب من تعديل النتيجة. دقيقة بعد ذلك توري يفوت على نفسه إعطاء التقدم للموب، ليرحل فريق مولودية بجاية إلى منطقة المدية، لكن بدون جدوى أمام دفاع كان مقاتل وحارس مبدع، لتعود المدية إلى الديار بنقطة ثمينة، بينما يستوجب على مادوي إيجاد الحلول سريعا. التعادل اليوم هو بطعم الهزيمة، خاصة اللي ضيع الفرص الكثيرة خاصة في الشوط الأول، لكن بما أن فريق مولودية بجاية هو فريق منافس لنا وفوقنا بنقطة واحدة.